اللي شافكم في الخسران ما لازم شيء يسكت احنا قاعدين في الخسران احنا دي. تعالوا الله كسر خص خوتي ومرحبا بكم في مهرج جديد وفي الحلقة الرابعة والأخيرة من موكو المافيا. كيف ما شفنا في الحلقات السابقة وفي خصوص في الحلقة الثالثة يعني مقتل المحامي ديال الشاهد الرئيسي نادير وكيفية إلقاء القبض على رئيس العصابة مروان الساقي بدبي، اليوم غادي نشوفوا كيف تم إلقاء القبض على الرئيس الثاني سمير الباكوري بكولومبيا. وهو بعد ما نشرت مذكرة بحث عالمية على سمير الباكوري يعني كانت شكوك حوله بأنه راه متواجد في كولومبيا، وقررت الشرطة الكولومبية يعني بتعاون مع السلطة الكولومبية البحث على هذا المجرم اللي يعني عام هما كيقلبوا عليه تما في كولومبيا ولكن ما لقاوش. ولكن كانت الشكوك ديما كتحول بانه كاين في كولومبيا يا اما في بوغوطا ولا في ميدلين. واول ما بدا البحث بدا باستعمال طياره تجسس كينغ 2000 اللي مزوده بكاميرات حراريه يعني ما تحت الاشعه الحمراء، وكذلك أجهزة تصنوت. هالطيارة اللي كانت كل نهار يعني بخصوص فوق أحياء ميدلين كانت تحلق كل نهار تقريبا، وكانوا كيلتقطوا بعض المكالمات اللي يعني كتكون يا بالعربية يا بالهولندية ولكن مصدرها ما باينش. ويعني نوع من هالطيارات كانت يستعمل حتى في تعقب بارون المخدرات السابق بابلو إسكوبار. ويعني الهدف المعني سمير الباكوري ما كانش يستعمل شي حاجة من يعني من هاد التكنولوجيا الحديثة، لأن عارف إذا استعمل شي حاجة من أجهزة تكنولوجية غادي توقع فيه، ولهذا يعني ما كانت يستعمل لا كمبيوتر ولا هاتف، وحتى طريقة الاتصال كانت مشي يعني شي عضو موثوق به في المنظمة، كانت عنده يعني مساعدة تما كاينة. ولكن من بعد كيبان بأنه كان كيستعمل هاتف يعني ما كتلتقطوش أجهزة التصنوت ولا التجسس. كيف قلنا يعني داك طائرات التجسس كانوا كيسمعوا كلام بالعربية وبالهولندية، ولكن لأن هذاك نوعية داك الهواتف ما كتلتقطش، أنت كتلتقط ولكن المصدر ديالو ما تقدرش تكتشف فيه. وهنا يعني كيزيد صعب البحث على هذا الجانب، كيف قلنا يعني كتصعب القضية في البحث عليه. هنا غادي يحاولوا يعني يقراوا السيرة اليومية ديال الشخص، شكون هو، شنو تياكل، شنو تيشرب، فين تيمشي، واش متدين ما متدينش، عنده شي عادة يعني شي روتين، يعني الروتين اليومي خصو يقراوه باش يعرفوا هذا الشخص منين غادي يبداوه. وهنا كتوصل معلومات بأن سمير الباكوري كيصلي صلاة الجمعة بواحد المسجد بميدلين. ومين كيسالي كتكون كتسناه طاكسي يعني كيطلع فيها وتيمشي، كتكون القضية كلها نص ساعة كيدوز تما كاينة. حاولوا يعني يشوفوا تماك ولكن ما قدروش يتعرفوا على شكون هو تماك هنا.
كيحاولوا يتعقبوا الطاكسي يعني كيتعقبوها في الطريق، ولكن جوج مرات في الطريق كتلف عليهم والمره الثالثه كتصدق معاهم. كيف قلنا باش ما سهلش حتى المراقبة ديالو في المسجد، يعني كان كيلبس كاسكيت ما يعني ما باينش واش هو الشخص المطلوب ولا ماشي هو 100%. وفي هذه الحالة راه كتعامل يعني مع مجرم دولي، ماشي من السهل تمشي وتلقى عليه القبض. لهذا كان يعني كان خاص التأكد منه 100% واش هو ولا ماشي هو، تيبان لك شخص ولكن يعني شكون هو ما نعرف. قلنا يعني جوج مرات كيلحقوا الطاكسي اللي تيركب فيها من بعد صلاه الجمعه، الى حتى المره الثالثه حتى كتوصل لواحد البنايه يعني كينزل منها واحد الشخص وكيبان هو سمير الباكوري. ولكن المشكل هو يعني جاو قدام واحد البنايه كبيره من النوع الممتاز، مجهزه باجهزه كاميرا يعني سياج يعني وحراسه، على ما يقرب فيها 300 شقة كيسكنها عدد كبير من الهولنديين. يعني صعيب باش تجبد فين ساكن هذا الشخص ما بين 300 شقة، يعني مهمة سرية. وهنا يعني كتم مراقبة البناية وهو استئجار الشرطة لأحد يعني الشقق المقابلة للبناية، وكتلاحظ يعني كانت واحد ملاحظة حول واحد ديليفري اللي كيوصل الماكلة بسكوتر، يعني كيوصل كل مرة شي واحد كيدوموندي أكلة عربية. كتم ملاحقة الديليفري حتى يبان من أين المطعم يعني كيجيب داك الماكلة، وتما كيتنكر أحد رجال الشرطة في لباس الديليفري وكيوصل يعني الماكلة. وتاني مرة يبان بأنه هو سمير الباكوري. وهاد جوج مسائل هما اللي سهلوا يعني البحث ديال الشرطة عليه، وهو يعني بأن سمير الباكوري كان تيمشي يصلي الجمعة في أحد المساجد ديال مدينة مدلين، وطلبوا الأكلات العربية. ومع هادشي كله يعني ما كانش تأكيد 100% بأنه هذا هو الشخص المبحوث عليه، لأنه ما كانش يعني كيجلس في البالكو، ما كانش كيطل من النافذة، يعني ما كانش كيعطي وجهه بالخصوص، يعني كان حارس بزاف. وهنا تاني مرة كيستعملوا طائرة تجسس، ولكن طائرة من نوع آخر، يعني طائرة بدون طيار، درون مجهز بكاميرات مراقبة. حتى يجي واحد اليوم كيتم تصوير يعني سمير الباكوري الصورة واضحة، وكيتم التأكد 100% بأنه هذا هو الشخص المبحوث عليه دوليا. كيتكلف يعني فريق اختصاصي يعني كوموندو جونجلا، يعني واحد فريق واحد كوموندو مختص في تجار المخدرات والمهمات الصعبة. هناك يعني مشكل باش تهجمت عليه، ما كتعرفش، لانه كانت عنده كيف قلنا سمير الباكوري كانت عنده حمايه من واحد الكارتيل ديال المخدرات اللي هو اوفيسينا انفيغادو، يعني كارتيل ميدلين كان مازال متواجد لحد الساعه، كان تابع للبارون السابق بابلو اسكوبار. واخر 48 ساعه باش يتم القبض عليه يعني كانت مراقبه يعني متشدده عليه، الى حتى في اليوم التالي في 6 الصباح يتم اقتحام شقه سمير الباكوري. وبما انهم كانوا مشغولين مع تكسير الباب،
تينقز هو يعني من النافذه لواحد المرأة بالسيارات كيتواجد في الطبق الثالث، كيقولنا هو في الطبق السادس يعني، وكاين في الطبق الثالث مرأة بحال البالكون كتشوفو، تما كنقز حوالي 15 متر، ولكن تيتم إلقاء القبض عليه، وكيتضح بأن عنده كسر في يديه، ولكن مسكين راه تهنشر كله باش تنقز حتى 15 متر وهربان. انتم كتشوفوا كيتم تفتيش الشقة اللي كتبان كلها يعني مرونة، وعنده احتياط ديال الأكل ديال الشهور، بحيث بأن الدار كلها عمرها ماكلة، الثلاجة عمرها، بحيث حتى الخزانة ديال الملابس يعني الماريو تا هو عامر بالماكلة وبعض الأموال. هنا كيتم نقلو الجناح خاص بسجن بوغوطا، وبما انه ما كاينش يعني شراكة اتفاقية ما بين هولندا وكولومبيا بتسليم المجرمين، كتب حتى هو طلب بتسليمه لهولندا، ولكن هذا الشيء يعني كيطول شهور باش يتم تسليمه، يعني باش يتابع الجرائم المنسوبة إليه. وهذه القضية أخوتي لحد الساعة متابعين فيها 17 شخص عندهم علاقة بهذه الجرائم كاملة. وراه بزاف ديال يعني ديال جرائم القتل وقعوا في هذه الحكاية، ولكن ما قدرتش باش غنتكلم عليهم كاملين، يعني عشرات المغاربة بلا هادشي اللي هضرت عليه في يعني في هاد الحلقات، يعني مشاو ضحية هاد خرجة العقل، ولا هاد يعني تبعان من طريق الحرام فين كتوصل. وكيف قلت ما تكلمت على بزاف الحوايج لان البحر كبير، فلهذا يعني حاولت نصنع واحد الملخص اللي بلا ما نحكي فيه يعني الحكايه كامله، والعاقبه راها باينه. الانسان ما يغروش المال ولا السلطه ولا بغيت ندير، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، يعني الإنسان يحاول يتبع طريق الحلال. هاد الطريق راه ما كتخرجش، راه فيها جوج ديال الحوايج، هي الموت هي الحبس والموت، شي حاجة أخرى راه ما كايناش. نطلب من الله نكون استفدنا جميعا من هاد الحلقات، وتكون استفادة وعبرة لأجيالنا الصاعدة يعني، وبالخصوص يعني أبناء الجالية. الإنسان يحترس من هذا الشيء، هذا الشيء راه قال له الحلال يا رسول الله، الإنسان هذا الشيء راه غير خاوي، ما يبقاش يخمم بغيت نمشي فاكانسي بالفلوس، خصني طوموبيل زوينة، خصني هذا، لا، الإنسان يعمل على راسه ويشتغل على راسه ويتكل على الله والموفق الله سبحانه وتعالى. خوتي خواتاتي، نطلب من الله تكون عجبتكم هذه الحلقات، وحتى الموضوع جديد ان شاء الله ولا بلوك جديد. السلام عليكم.